And I now invite the distinguished representative of the Syrian Arab Republic to take the floor. سيدي الرئيس، ينضم وفد بلادي إلى البيان الذي ألقاه ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية بالنيابة عن مجموعة دول أصدقاء الميثاق الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كما أحيط علم وفدي بلادي علما بتقرير الأمين العام ذي الصلة، ويود أن يدلي بالملاحظات التالية بالصفة الوطنية. يؤكد وفد بلادي مجددا على موقفه المتمثل باعتبار مفهوم المسؤولية عن الحماية مجرد إطار نظري لم يحظى بأي توافق بين الدول الأعضاء، ولا يمثل استثناء على أي من مبادئ سيادة الدولة أو الامتناع عن استخدام القوة أو حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي هي مبادئ راسخة في ميثاق الأمم المتحدة، كما أن مفهوم الإشكال غير منصوص عليه في أي من الصكوك الدولية القائمة والملزمة قانوناً، ولا يعكس القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنه لا يجوز تحت أي ظرف استخدامه كذريعة للتدخل العسكري أو غيره من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو لفرض تدابير قسرية انفرادية، أو القيام بأي أفعال لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. إن وفد بلادي يأسف لعدم تضمين تقرير الأمانة العامة الإشارة إلى الأسباب الجذرية والرئيسية لارتكاب الجرائم الفظيعة والمتمثلة في أعمال العدوان والاحتلال والتدخلات العسكرية، كما يأسف لعدم إيلاء معدي التقرير القدر الكافي من الاهتمام للمشاغل التي دأب العديد من الوفود ومن ضمنها وفد بلادي على إثارتها ميرانا وتكرارا منذ العام 2005. فيما يتعلق بمفهوم المسؤولية عن الحماية وتحديداً فيما يخص نطاقه ومحددات تطبيقه وسبل تجنب إساءة استخدامه على النحو الذي أبرزته تجارب السنوات الماضية، إننا نتطلع إلى أن تكون تقارير الأمانة العامة ذات الصلة أكثر شمولية وتعكس مواقف ومشاغل جميع الدول الأعضاء. السيد الرئيس، إننا نشهد اندفاعاً غربياً غير مسبوق في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الأطر الدولية المتعددة الأطراف للترويج لمفاهيم لا توافقية لا تنسجم ومصالح الغالبية العظمى من دولنا وفي مقدمتها الدول النامية. والأمر لا يقتصر على مصطلح المسؤولية عن الحماية، بل يتعداه لمفاهيم أخرى، الأمر الذي يذكرنا بنظريات تم الترويج لها في أواخر القرن التاسع عشر من قبيل، نظرية عبء الرجل الأبيض التي مهدت لحقبة بغيضة من الاستعمار وأفضت إلى حربين عالميتين مدمرتين وخلفت معاناة إنسانية هائلة، لتتبين لاحقاً الغايات الحقيقية لتلك النظرية. لقد كان لإساءة استخدام فكرة المسؤولية عن الحماية من قبل بعض الدول الغربية وتوظيفها لشن أعمال العدوان ونشر الفوضى والدمار أثره في إلحاق أضرار بالغة بهذا المفهوم وبمناقشات الجمعية العامة حوله. وما زالت العديد من الدول الأعضاء تشهد تداعيات كارثية لتوظيف هذا المفهوم وغيره لخدمة النمط الاستعماري الجديد الذي يتلطى خلف العبارات البراقة والشعارات الخادعة بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين ونشر الديمقراطية وغيرها. لقد كشفت مواقف العديد من الدول الغربية إزاء الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية زيف المزاعم التي تروج لها تلك الدول ونفاقها وانتقائيتها البالغة في التعامل مع قضايا القانون الدولي وحقوق الإنسان واندفاعها لتقديم كافة أشكال الدعم العسكري والمالي
والسياسي والإعلامي لحماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وتمكينه من مواصلة جرائمه واعتداءاته على دول المنطقة ومنها بلاد سوريا. السيد الرئيس، إن الحق الأول والأساسي للإنسان هو الحق في البقاء، الحق في الحياة، إلا أن سياسات بعض الدول الغربية تستهدف مقومات بقاء الإنسان في الكثير من دولنا الأعضاء عبر أعمال العدوان والاحتلال ونهب الثروات وفرض التدابير القسرية التي تهدف إلى تجويع الشعوب وحرمانها من أبسط مقومات العيش الكريم والوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم والمياه والطاقة، علاوة عن حرمانها من الأمن عبر نشر الإرهاب والتطرف ورعايته ومن ثم استخدامه كذريعة للتدخل. إننا نشدد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتجنيب الشعوب الفقر والجوع ودعم تحقيق التنمية والحد من التدهور البيئي، عوضاً عن شن الحروب تحت شعار المسؤولية عن الحماية وغيره. فتلك القضايا هي الأكثر إلحاحاً في عالمنا المعاصر الذي تتضاعف فيه أعداد الفقراء والجياع والنازحين واللاجئين، ويتراجع التمويل للعمل الإنساني والتنموي، بينما ينفق الغرب ويبدد تريليونات الدولارات لشن حروب عبثية وزعزعة الأمن والاستقرار. شكراً سيد الرئيس. Statement.